هلا اذا اطلعنا على هذا الجدول راح تلاقوا في اربع اشياء يعني ملاحظه لي. عندي الاس تايب، والاس تايب على فكره اظن هذا الاس تايب انا مش عارف اذا ببين عندي هون، هلا بنشوف. الاس تايب هو موست ريزيستنت تو اكس اوكسيدايزنج، ايش يعني اوكسيدايزنج؟ الاكسده، اكثر نوع من انواع الثيرموكابلز اللي مقاوم. يعني هون هلا بده يبين معي كل ثيرموكابل ايش استخداماته وليش بستخدم هذا وليش بستخدم واحد ثاني، لكنه هو من اغلى الانواع. اذا بنطلع هلا هون على الاس تايب، الاس تايب اظن انه بدخل فيه بلاتينم. خلينا نشوف اذا ببين معي هون في الجدول. بلاتينم وروديوم بلاتينم. هذا من اغلى الانواع. طيب شو معنى اوكسيدايزنج؟ الشيء اللي بحاول يأكسد الماده شو بضيف لها؟ اوكسجين. طيب والشيء اللي بحاول يشيل منها الاوكسجين شو بنسميه؟ ريديوسنج، عكس. في عندنا تمام يختزل جيد. عكس اوكسيدايزنج. وفي ثيرموكابل ثاني انا ناسي اي واحد مناسب للريديوسنج انفايرمنتس، بس هذا مناسب للاوكسيدايزنج انفايرمنتس. اذا في عندي انفايرمنت في غازات في احماض مثلا، الاحماض هاي بتحاول تعمل اوكسيدايزنج، هذا من احسن الانواع. استعملوا الاس تايب لكن تكلفته مرتفعه. عندنا الار تي دي هو ذا موست اكيوريت ديفايس، وكمان الـ RTD بتميز انه مناسب لدرجات حرارة عالية. RTD the most accurate. الـ Thermistor له good dynamic response. ايش يعني good dynamic response؟ سريع التوصل. لما احنا بنحكي دايناميك ريسبونس على ايش بنحكي عمالنا؟ عن ار وسي والتايم كونستنت تبعهم حتى يعمل ريسبونس. واخر شيء اللي هي الراديشن ميثودز، هي الميثود الوحيد من كل الميثودز اللي اطلعنا عليها اللي هو كونتاكتلس. هذا انا حطيتهم بس ملخص سريع للجدول، لكن الجدول موجود بالتفصيل وكويس انكم تطلعوا عليه بس تقراوا القراءه، لو مريتوا عليه مرور قراءه. هاي بنكون خلصنا التمبرتشر ميجرمنت.